في عنا أول مرة بشوفها إنه بنحط اللحمة بنقليها بعدين بنحط البصل، هيك عم بيصير هلا. رح نسأل الشيف حسين أكيد بآخر فقرة من ورشة ملح. رح قلك أنا عليه. أول شي صباح الخير من جديد. صباح النور. لإلك ولكل المشاهدين. هون أنا بدي مية اللحمة تنشف. ليه؟ لأن بدي أضيف لألون عسل. لهالسبب بحط أول شي اللحمة بقليها لحتى تستوي أو ثلاث ارباع استوى وتضيف لها البصله. طبعا بيعرفوا المشاهدين غادة عارف ان احنا بنحط البصله ولازم تحمر البصله وكل هول الاخبار. انا هلا عم ضيف الفليفله كمان بدي الفليفله. بيعرفوا انه الفليفله بحب تضل تقرش بطبخه، ما بدي كثير ستويها للفليفله. لكن ضفت فليفله وايضا حطينا نحن صرنا حاطين هون لحمه، صرنا حاطين ثوم، صرنا حاطين بصل وايضا صرنا حاطين فليفله. طيب هيدي بالنسبة للفليه لحمة مع الفليفة. طيب رح اجي انا جيب رشة ملح، طبعا بدي احط رشة صغيرة ملح لان في عندي كمان صويا. صلصة صويا وايضا رح يكون في عندي من الخل. طيب فلفل اسود رشة ما كترنا. لا ما عليه فيك تحط. فيني احط. طيب عندي الخل، ناطرني الخل حدي هون بهالوقت. انا لحتى كانوا قليناهم للبصل مع اللحمه مع الفليفه نرجع نضيف الخل. خلينا نروح نقي صحن لنسكب فيه يا سلطه. هو مبدئيا بدنا ثلاث صحون، بدنا سلاد وبدنا لحمه وبدنا النودل. هيدا اول صحن بدنا ثلاثه. طيب وهيدا شو رايك نسكب النودلز هون؟ ايه عظيم النودلز. يس اوكي. بعد بدنا شيء مهضوم لنحط فيه اللحمه. لا او شو نحط السلاد. السلاد اوكي رح احط السلاد بهذا الصحن. يب لكن رح اجي للسلاد. هون في عندي روكا والروكا مغسلينها كثير منيح لان كلنا بنعرف الروكا تحتوي على كمية عالية من الرمل. طيب هاي الرقة لكن بسكبها بهالشكل. انا بجي بعتقد انه هون خلص. يلا رأيك انت؟ هول الخليت هلا مش تعملهم هيك وتطلع النار. وهول العسلات. اوكي حط 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 طيبين. اوكي لكن عنا خل وعنا عسل. اوكي يعني خليهم يغلوا مع بعض. عظيم. طيب هون في عندي نعناع. رح جيب نعناع. افرمت النعناع انا هون مع الركة. لكن صار عندي ركة وصار عندي نعناع. كمان ما خلصنا لان في عندي ايضا من الكزبره الخضراء. كمان بدي اضيف لهالوصفه او لهالطبق من الكزبره. طيبه كزبره الخضراء. صح شو بتدعمها كزبره؟ ما عندي مشكل لان طيبه الكزبره. هيدي كمان كزبره خضراء. طيب رح اجي للفليفله. كمان بدي احط عليها فليفله خضراء وفليفله حمراء، كمان فليفله صفراء. منطفي النار على النودل وعلى هاي خلص وعلى هيدي كله. هول وصفتين صاروا جاهزين. هون في عندي الفليفلات لكن مثل ما عم نشوف نرجع للفليفله الحمراء. بوزع الفليفله الحمراء وايضا باخذ من الفليفله كمان الصفراء. هلا طبعا فينا نضيف لهالوصفه من البندوره كرزيه. بس هون نحن هاي السلاد عاده غاده ما بنشوف انه مدخلين كزبره بسلاد. فانا دخلت فيها كزبره خضراء. جربوها وخذوا نكهه كثير طيبه. 100% اكيد. اوكي صار عندي لكن بجي بحط من البندوره الكرزيه. بوزع ايضا بندوره كرزيه بهالشكل. وعندي الدجاج
برجع بذكر المشاهدين هيدا الدجاج نحن تبلناه لكن خردل حبوب مطارد على نسيان تبلناه طبعا بهالشكل ورشة فلفل أسود مع رشة ملح زيت زيتون تبلناهن وقليناهن أو فيكن تشوهن على الفحم أو فيكن تشوهن كمان بالفرن ما عنا أي مشكلة. طيب هلا هون رح ضيف بعد لهالطبق عندي المانجا كمان رح جيب المانجا على المانجا فينا نقطع نحنا مربعات او فيني كمان اعملها بهالشكل خليها هيك مثل ما هي صح. اوكي هيدا الطبق صار جاهز تفضل بس بيضل في لهالطبق شو بعد طبعا في الصوص تبعيته في عنا الصلصة لنحضر الصلصة لهالطبق خلينا نغير كفوفنا وايضا نجي نكفي الصلصة الصلصة كمان رح نحضرها بطريقة كتير سهلة وكتير سريعة بالنسبة للصلصة رح حط انا عندي خردل لكن في عنا من الخردل حامض ايضا لا في عندي خل بلسمك في عندي عسل يعني اليوم في عنا وصفتين دخلن عسل وفي عندي زيت الزيتون ملح طبعا ورشة ملح اوكي بخلطهم مع بعض لكن نحن هاي الصلصة بس حبيت فرجي المشاهدين كيف حضرناها خلينا نصلص فيها كمان بدك تحطهم عليها دغري؟ ايه رح تحطهم دغري عليها لكن هيدي هي الصلصة هالطبق صار جاهز هون غادة نعم في عندي اللي فيه الطبق اللي فيه العسل ما حطينا له نحن صلصة صويا هلا ولكن هو بده صلصة صويا اكيد كمان ضفت صلصة صويا لهالطبق وبنحركهم مع بعض طيب. هناك عندنا نودلز مع الخضرة والدجاج كمان نودلز مع خضرة وفيليه لحمة هناك عندنا كمان وصفتين فيهم فيليه لحمة بدك ترجع بس تخبرنا شو عملت هون رح نخبر المشاهدين شيء كثير خطير هون عن كل شيء حضرناه لليوم بس خليني اسكبهم قبل ما يخلص وقتنا والوقت اللي بضل في عنا بنرجع نخبر المشاهدين بدك تذكرهم انه يبعثوا لنا الاسئله؟ اكيد انا هيك بدي اذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب طبعا عم نشوفه قدامنا على الشاشه. لكن فيليه مع بصل مع ثوم مع فليفله مع خل احمر مع عسل وايضا صلصه الصويا وملح وفلفل اسود هيدا الطبق لكن صار جاهز فينا نقدمه غادة مع نودلز وايضا فينا نقدمه مع رز او فينا نقدمه كمان مع المعكرونة اكيد نجي للنودلز هون بعد بدي احط بصل اخضر إيه على الوجه ايه اوكي لكن رح ضيف بصل اخضر لهالطبق على الوجه بنزينه ببصل اخضر طبعا طبق كتير طيب طبق كتير شهي كمان حطينا من صلصة الصويا وصلصة الباربيكيو مع هيدا الطبق اوكي خليني اجيب شوي من البصل الاخضر اوكي عندي بصل اخضر رح جيبه ونحطهم على الوجه فيني حط كمان من رشة
سمسم على الوجه ما عندي اي مشكله، لكن غاده عندي طبق، عندي اثنين، عندي ثلاثه، عندي اربعه لاخر مره. انا وياك بنرجع من عيد وصفه الحلو. وصفه الحلو طبعا عندي اول شيء حطينا الطحين، خلطت الطحين مع الخميره مع الحليب. اذا بدنا نقول 2 كوب ونص من الطحين، عندي معلقتين صغار من الخميره، 3 معالق من الحليب البودره، ايضا في عندي 3 معالق من السكر البودره، خلطتهم مع بعض، ضفت لهم 3 معالق من زيت النباتي طبعا، وضفنا كمان مي فاتره حسب الحاجه مع 3 معالق لبن، خلطتهم وحضرت العجينه. انا هيك خلص وقتنا، بس بقول للمشاهدين فيهم يرجعوا يشوفوا الحلقه على اليوتيوب. انا هيك بدي ودعك، بدي ودع كل المشاهدين كمان، بدي لهم خلص على اخر وقتنا. وصفتنا لليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، وما تنسوا بكره مثل كل نهار اربعاء عندنا سمك. يعطيك الف عافيه شيف. ما في شك انه بيشهوا الاكلات، وعن جد ريحتهم كثير طيبه. مشاهدينا بقيه نهار حلو ورايق ومشمس على ما يبدو، بدي اتمنى لكم، وبنشوفكم بكره الساعه 10.